جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: إن أبي منفصل عن أمي منذ أن كنت صغيرة، وهو الآن لا يصرف علي، وزوجته تكرهني، وأنا حرمت بيتها وقلت لن أدخله مرة أخرى، وأنا أعيش مع أمي منذ صغري، فهل هذا يعتبر من العقوق في حق والدي بالرغم من أنه لا يهتم بحضوري إلى منزله؟ بماذا تنصحون أبي وكل أب يتخلى عن أولاده؟ وبماذا تنصحون كل زوجة أب ظالمة لأبناء زوجها؟ ننصح الجميع بأن يخافوا الله عز وجل، وأن يحسنوا إلى أقاربهم ومن يتصل بهم، بل أن يحسنوا إلى جميع المسلمين، فكيف بمن له علاقة بهم أو قرابة؟ وننصح الأب بأن يخاف الله ويحسن إلى ابنته ويؤويها ويستقبلها ويقوم بما تحتاجه ويصونها ويراعيها لأنها ابنته وهو مسؤول عنها، وأن يختار لها الزوج الصالح والكفء. ونوصي زوجة الأب بأن تخاف الله عز وجل ولا تكون سببا في القطيعة بين الوالد وابنته، بل تكون واسطة خير وتكون زوجة صالحة تعين على البر والتقوى. وننصح البنت أيضا أن تبر بأبيها وأن تزوره، وإذا واجهت شيئا مما تكره فلتصبر على ذلك وتعامل بالتي هي أحسن، والفرج قريب إن شاء الله. اللهم آمين. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.